مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مسائك العام. وانتوا بألف خير ومبارك عليكم الشهر وعساكم من عوادة. اليوم حلقتنا خاصة بمناسبة قرب حلول الشهر الفضيل، وبهذه الحلقة رح نتكلم عن الكثير من العادات الرمضانية الكويتية القديمة. من الأشياء المميزة اللي نشوفها دائما في أغلب الدول العربية والإسلامية مدفع الإفطار، واللي نشوفه حاليا في قصر نايف، ويكون فيه تجمع للأهالي قبل موعد الإفطار. جهزنا لكم هذا التقرير عن قصة مدفع الإفطار، نشوفه ونرجع لكم. مدفع رمضان هو طريقة تستخدم كإعلان عن موعد الإفطار، وهو تقليد متبع في العديد من الدول الإسلامية، بحيث يقوم الجيش بإطلاق قذيفة لحظة مغيب الشمس. وكانت القاهرة أول مدينة ينطلق فيها مدفع رمضان، فعند غروب أول يوم من رمضان عام 865 هجرية أراد السلطان المملوكي خشقدم أن يجرب مدفعا جديدا وصل إليه، وقد صادف إطلاق المدفع وقت المغيب، وظن الناس أن السلطان تعمد إطلاقه لتنبيه الصائمين إلى موعد الإفطار، فخرجت جموع الأهالي إلى مقر الحكم تشكر السلطان. وعندما رأى سرورهم قرر المضي في إطلاق المدفع كل مساء. ومن مصر إلى العالم الإسلامي بدأت الفكرة تنتشر في أقطار الشام، ثم إلى بغداد، وبعدها إلى الكويت في عهد الشيخ مبارك الصباح عام 1907، ثم إلى كافة أقطار الخليج قبل عصر النفط، وكذلك اليمن والسودان، وحتى دول غرب أفريقيا مثل تشاد والنيجر ومالي ودول شرق آسيا، ليصبح بذلك تقليدا رمضانيا في العالم الإسلامي. بحلقتنا اليوم راح يكون معنا الأستاذ فؤاد المقهوي، وهو باحث في التراث الكويتي، واللي راح يكلمنا عن العادات الرمضانية القديمة في الكويت وتفاصيل أخرى عن تراث أهل الكويت في هذا الشهر الفضيل. مشاهدينا الحين نروح الفاصل، نرجع لكم تالي. لشهر رمضان في دولة الكويت طقوس مختلفة لا تجدها في الشهور الأخرى، إذ يعتبر أهل الكويت شهر رمضان فرصة لإحياء العادات والتقاليد الأصيلة واستعادة القيم التي تعزز التجانس بين أفراد المجتمع. اليوم ضيفنا الأستاذ فؤاد المقهوي، الباحث في التراث الكويتي، اللي راح يكلمنا عن عادات أهل الكويت القديمة في شهر رمضان المبارك. حياك الله أستاذ فؤاد، نورتنا. الله حييت وسلمك ومشكورين على هالاستضافة. شكرا على قدومك وتلبيتك للدعوة وحضورك معنا هني في برنامج مسائي. قبل الفاصل أستاذ فؤاد شفنا تقرير عن مدفع الإفطار، يا ريت لو بالبداية تكلمنا عن تاريخ مدفع الإفطار في الكويت. والله مدفع الإفطار شفناه وحنا صغار، أنا أذكر أنه موجود كان على السيف على البحر في تقريبا في منطقة القبلة الحين. موجود، نروح نشوفه وحنا صغار، نمر عليه نشوف مدفع متوجه إلى البحر، وكل يوم وقت الإفطار قبل أذان بثواني يعني ينطلق مدفع الإفطار هذا، بعدين يأذن المغرب ويتفطرون الناس، فصارت عادة يعني راحت ماشية إن مدفع الإفطار هذا كل يوم. وكانوا يسمونه بالكويت الواردة، يمكن الكلمة هذه شوية مو كل واحد يعرفها. صحيح. يقول طقة الواردة، إنه والله يعني ضرب مدفع الإفطار علشان وقت الفطور في شهر رمضان. ليش كانوا يسمونها بهذا الاسم؟
والله ما ادري، انا بحثت فيها صراحه يعني ما لقيت لها يعني مرجع ان والله ليش سموها الوارده هذه. وهذه وايد كلمات فيها صعوبه ان نطلع يعني المعنى يعني اللي المتعارف عليه. فما لقيناها صراحة. أنا دورت في كذا قاموس ما حصلت الكلمة هذه، لكن ربما تكون يعني مثلا نسأل فيها الناس اللي يكون عندهم المام يعني بهالكلمة هذه. بس أنا أعتقد أن الواردة يمكن كلمة وارد مثلا، يعني كلمة وارد اللي هو معروفة، يعني كلمة وارد أنه داخل يعني شيء أو ياي شيء. ما شو السبب او مثلا شنو هو المعنى الرئيسي مال هذه الكلمه؟ صعبه شويه. اي نعم استاذ فؤاد، خلنا ننتقل الى الاستعدادات اللي تسبق شهر رمضان وتحديدا خلال شهر شعبان. شنو كانوا يسوون الاهالي في ذيك الفتره تحديدا؟ شوف انا راح اعطيك صوره الحين من اللي انا شفته وانا صغير لما كنا في بيتنا، كان في جبله، وشفت الناس شلون كانوا يستعدون حق رمضان. وكنا صغار من نشوف هالمظاهر هذه قلنا بس رمضان قرب. إيه؟ اول شيء في الكويت كانت في عربانات، العربانه هي كانت السائده. إيه؟ يعني الوانيتات قليله جدا اللي يروحون يشيلون الماكله من السوق او من الفرضه ويجيبون هالبيت. إيه؟ العربانه هذه تدخل سكيك أول قبل الكويت طبعاً، سكيك صغيرة صحيح أو ضيجة صحيح. تدخل العربانة هذه وممكن تلف العربانة هذه جرها حصان، فيبون الأغراض من الفرضة أو من السوق يبونهم إلى بيوت المواطنين. إيه؟ فهذه كانت قبل رمضان بأسبوع، بعشرة أيام، 15 يوم. حنا من نشوف العربانة هذه محملة أغراض نقول بس رمضان قريب. شنو كانوا يسمون العربانة هذه؟ هذه يسمون عربانة محصان. إيه؟ يسمون عربانة محصان. فهذه يبون فيها الماكلة من السوق أو من الفرضة يبونها إلى البيوت. وهذا يعني صورة من استعدادات الأهل الكويت لشهر رمضان. إيه؟ وأكثر شيء اللي نشوفه في العربانة هذه السعف اللي هو سعف النخيل. السعف هذا ليش ياخذونه يشترونه؟ يبونه علشان يحطونه تحت التاوة. إيه؟ يطبخون فيه، يشبونه تحت التاوة علشان يسوون خبز رقاق. وخبز رقاق طبعا معروف يعني خبز رقاق والمرادف لشهر رمضان. إيه؟ دائما خبز رقاق مع شهر رمضان. وخبز رقاق يسوون منه التشريب، والتشريب دائما في شهر رمضان. صح. يعني اغلب شيء يسوونه في شهر رمضان. وليه الحين هذه موجوده؟ وليه الحين العاده هذه؟ والحمد لله يعني. صح. انا مستانس ان العاده هذه موجوده، مع ان طوروا خبز رقاق، قاموا تسوي شركه المطاحن تسوي خبز رقاق. صح. لكن الحمد لله ان ما زالت العاده هذه الجميله اللي شفناها واحنا صغار وتعلمنا منها الشغلات. إيه؟ موجوده هذه. استعدادات الام نفسها قبل شهر رمضان، شنو الاستعدادات والترتيبات اللي تسويها للبيت علشان تجهز لشهر رمضان؟ اي دائما الام في البيت، طبعا البيوت قبل مو فيها بس الام، البيوت قبل فيها الام والخاله والعمه والشناين كلها موجودين. بيت يسمونه بيت حموله. صح. بيت كبير فيه الجميع، جميع العائله كلهم موجودين. ودائما المرأة الكبيرة هي تقسم الشغل على الحليم اللي موجودين. عدل. والله هذه شنتي اليوم بتسوي كذي، فلانة أختي مثلا باكر تسوي كذي، كل واحدة لها دور معين في البيت. ايه؟ عاد يبتدون استعدادات رمضان، ينظفون البيت ويخمون الدور ويطلعون الإمداد ويطلعون الكرافي على قولتهم، والسري يضبطونها، وهذه استعدادات رمضان. يجهزون البرمة، برمة الماي إذا كان الحب. تعرفين شنو البرمة؟ البرمة، شنو البرمة؟ البرمة اللي هي الجرة هذه اللي يحطون فيها الماي، هي تكون من الفخار. إيه؟ هذه يسمونها برمة. إيه؟ البرمة لها كرسي، الكرسي اللي هو شوفينا أكيد بالصور القديمة اللي هو عبارة عن قاعدة اللي تشيل فيها. إيه؟ تشيل البرمة. عدل.
أو القرشة أو الحب. إيه؟ القرشة أيضا هي جرة بس طويلة، رقبتها طويلة. إيه؟ أيضا من الفخار. والحب يشبه البرمة بس أكبر، وأيضا من الفخار. يحطونهم في البيت، ناس يحطون حب وناس ما يحطون. إيه؟ ناس يحطون برمة بس، ناس يحطون برمة وقرشة. فهذه يعني من استعدادات الماي في يعني في شهر رمضان. اي نعم. إيه؟ اخر يوم من شهر شعبان يتسمى بيوم القريش. إيه؟ وهذه العاده ولله الحمد للحين متواجده دائما يسوون القريش بالدوامات بالبيوت بين الاهل بين الربع، للحين هذه العاده موجوده. إيه؟ كلمنا عنها اكثر. هاي القريش دائما قبل رمضان بيوم او يومين مثلا. إيه؟ يقولون هذه القريش، وهذه يعني عاده ماشيين عليها من زمان. ان والله يسوون يعني اكلات معينه. إيه؟ تكون هذه في يوم القريش، وبعدين كل بيت يسوي ويدز حق الجيران. يسمونها نقصه. نقصه صح. اي والله انا اليوم وديت حق جاري اللي على الشمال، اللي على اليمين جاري اللي على اليمين يابلي نقصة، جاري اللي قدامي هم دزيت له يابلي. فيصير تعاون في هذا اليوم الجميل. نعم. اللي هو قبل رمضان. نعم. في السابق كان كل أكل بيت يوم القريش، كانوا يبون من أكل بيت، الحين صاروا الناس يتفننون يسوون بوفيهات. نعم. ويبون من مطاعم. تحس أن هذا شيء شوي قاعد يقلل من قيمة يوم القريش، خاصة لأنه قاعد يختلف في معنى. والله يعني شوفه يعني حسب التطور. إيه؟ قبل ما في لا في مطاعم ولا في بوفيهات ولا في شيء، فكل شيء يسوونه في البيت. وحتى الأكل محدود اللي يسوونه، يعني العيش مثلا الهريس اليريش الشغلات هذه كانوا يسوونها في قريش ويودونها حق إيرانهم. إيه؟ ونفس الشيء الجيران يردون نفس الأكلات هذه. صحيح. الحين طبعا مثل ما قلت أنت اختلف بوفي، والبوفي هذا فيه أكلات يعني قريبة وأكلات مختلفة. صحيح. يعني أنواع مختلفة. صحيح. فدائما يكون يعني التطور يغير كل شيء. صحيح. نعم. أهم شيء إن إحنا للحين ملتزمين في هذا أهم اليوم. صح. وللحين إحنا صح. متمسكين فيه. دائما يكون أول يوم من شهر رمضان هو اليوم اللي مهم عند الكل، لازم العائلة تكون متيمعة، لازم الكل يدق على الثاني ويبارك له بشهر. طبعا يباركون بشهر قبل اليوم الأول، لكن الناس لازالت تتصل على بعضها ويدزون النقصة وغيرها. استعدادات قبل لأول يوم من رمضان شلون كانت؟ والله شوفي أنا لما نقارن قبل مع الحين نشوف ترى ما في فرق كبير بين. إيه؟ قبل والحين الناس والحمد لله يعني هذه يعني شيء زين إن الناس ما زالوا محافظين على العادات والتقاليد الرمضانية، ومثل ما قلت أنت يتصلون في بعض يبارشون على لبعض، وأغلب الناس العائلة كلها تجتمع عند الأب. صحيح. إذا كان الأب الكبير مع الأم يقعدون في مثلا في بيتهم، يجون الأولاد البنات مع أولادهم، هذا يجتمعون الجمعة هذه هي اللي تعطي يعني وناسة وتعطي حسها أساس رمضان. طبعا هذا أساس رمضان، لأن رمضان الجمعات الحلوة. صحيح. الجمعات الجميلة. طبعا هذه من ناحية الاجتماعية. نعم. إنها من ناحية الدينية. صحيح. فيها مثلا العبادة، فيها غير يعني أن الإنسان يكون مثلا واهب نفسه حق الدين. صح. للدين يعني شهر في خلال شهر رمضان مثلا عندنا صلاة تراويح، عندنا الصلاة تكون في المسجد، والاهتمام بقراءة القرآن. نعم. فهذه كلها الشغلات هذه تكون في شهر رمضان، والحمد لله أقول إن ما زالت العادة هذه موجودة. صحيح. وماشيين عليها. صحيح. أو نفس شيء لما الأبهات يعلمون عيالهم الصغار، يعني الجيل الحالي دائما ما إحنا نقول إنه هو ما قاعد يعرف أساسيات رمضان وشنو هو وشنو العادات المتبعة والديانات اللي إحنا لازم يعني الأمور الدينية اللي إحنا لازم نمارسها في رمضان، إلا
لأن الحمد لله لا زالوا الأهالي يحرصون إن شهر رمضان عيالهم يعلمونهم شلون يصلون وشلون يصومون حتى وإن كانوا في عمر صغير. هذه التعليم، تعليم ما بين الأب وأبنائه أو الأم وأبنائها، هل تشوف إن هي لا زالت موجودة عندنا وشلون كانت قبل تتبع؟ والله أنا أشوفها ما زالت موجودة ويمكن بعد أكثر بعد. ليش أكثر؟ لأن الحين متعلمين، الأب متعلم، الأم متعلمة، صحيح. تمسك أولادها تعلمهم، تحث أولادها الكبار على 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 التمسك بالدين الإسلامي وعلى التمسك بالعادات والتقاليد، تمام؟ فهذه كلها الأشياء موجودة الحين، هذه ما كانت قبل. قبل الأب وهو المسيطر على كل شيء. الأب وهو اللي يقول حق أولاده يلا يا أولادي امشوا وياي المسجد صلوا وياي، فيطلعون يصلون وياي المسجد. الحين لا، الحين صحيح يصلوا بالمسجد ويصومون وكذا، لكن عندهم المام بالدين الإسلامي أكثر. صحيح. أول إحنا على السجية يعني يعني على البساطة، صحيح ان كنا نصلي وكنا خاشعين وقلوبنا مع الدين الاسلامي، لكن الحين اكثر تعلموا وفهموا، صار في معرفه، ما شاء الله نشوف شباب صغار عنده اشياء فقهيه، معلومات فقهيه ممتازه قبل هذه ما كانت موجوده. صحيح. استاذ فؤاد، احنا مستمرين في الحوار معاك، اكيد عندنا اسئله كثيره عن رمضان والاستعدادات لهذا الشهر الفضيل، لكن مشاهدينا نروح الفاصل ورادين. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل ومستمرين مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ فؤاد المقهوي، اللي قاعد يكلمنا عن أهم العادات الرمضانية القديمة وشلون إن إحنا للحين مستمرين في هذه العادات الجميلة. أستاذ فؤاد، أكيد من أهم الأمور اللي تحصل في رمضان هو الغبقة، وهذا اليوم اللي يتجمعون فيه الأهل في رمضان علشان يتواصلون مع بعضهم، يتبادلون أطراف الحديث. كلمنا عن الغبقة وشنو اللي يميزها. أول شيء قبل لا نتكلم على الغبقة نقول معنى كلمة الغبقة. الغبقة باللغة العربية، عدل، الغبقة باللغة العربية معناتها الأكل بالليل. وإحنا فعلا غبقتنا في شهر رمضان بالليل طبعا. صحيح. فقبل كانت الغبقة يعني الساعة مثلا 9 أو 10 تطيح الغبقة. إيه؟ الحين لا، قاموا يتأخرون فيها يعني. هذه يمكن فرق بسيط بين قبل والحين. صحيح. لكن أنا أشوف الحقيقة ان الغبقه ما زالت من قبل، من اللي شفناها بالخمسينات لحد الان، احنا في بالالفيه 2018 ما زالت يعني نفس الشيء وموجوده، وما زالت الغبقه يسوونها البيوت الكويتيه. نعم. وما زالوا يتجمعون. الفرق بس عن قبل ان الغبقه كانت يعني قبل كانت مع الجيران، لان مو معقوله مثلا يجون ناس من برا من مكان بعيد عشان الغبقه. صحيح. لا، يتجمعون مثلا الجارات، خلينا نقول يارتنا الفلانيه وام محمد وام عبد الله وام جاسم، يتجمعون يقعدون بالليوان مثلا اذا كان صيف. ايه؟ او بالدار داخل اذا كان شتاء. ايه؟ زين، ويحطون الغبقه البسيطه جدا، يقعدون يسولفون وياكلون هالغبقه هذه البسيطه. اي نعم. الحين طبعا تغيرت الحال، الغبقه هذه صارت مثلا اذا يعني ربت البيت الحين، خلينا نقول تنادي صديقاتها، تنادي مثلا 20 30 وحده، ويقعدون ويحطوا لك الغبقه هذه البوفيش كبرى وشطوله. صحيح. تمام. وفي ما لذ وطاب من المأكولات. صحيح. وياكلون يمكن ربعه وثلاث ارباع يروح هدر مثل ما يقولون. صحيح. وهذه الاختلاف بين قبل والحين. صحيح. لكن هي كعاده الحمد لله موجوده وما زالت موجوده. نعم. وان شاء الله تستمر على طول، والغبقه ويانا طول سنوات ان شاء الله الجايه ان شاء الله. استاذ فؤاد، خلينا نشوف مع بعض هذا التقرير اللي يتكلم عن الغبقه، نرجع لكم تالي مشاهدينا.
تعد الغبقة الرمضانية عادة من العادات التي ميزت ليالي الشهر الكريم للشعب الكويتي حيث توارثها الأجيال. ونظراً للأهمية التي احتلتها هذه العادة المتأصلة في نفوس الكويتيين، فقد أطلقوا على شهر رمضان شهر الغبقات، والغبقة فيها كانت عبارة عن وليمة تقام بعد صلاة التراويح للأهل والجيران الذين يذهبون للمباركة بمناسبة الشهر الفضيل. وأكلاتها تتضمن أنواعاً متعددة من المأكولات البسيطة الخفيفة كالنخي والباجلة والهريس والفطائر والكبة والسلطات. أستاذ فؤاد، مثل ما شفنا في التقرير يقول الأكلات الكويتية الخفيفة، لكن إحنا شفنا متشابيس. مو خفيف بالمرة أبداً. شنو الأكلات؟ على مال دق. أي والله هذا بعدها يلا تنام. نعم. أستاذ فؤاد، شنو هي الأكلات اللي كانت متعارف عليها واللي فعلاً كان المفروض تكون موجودة في الغبقة؟ والله الغبقة أنا اللي عارفها الغبقة شغلات خفيفة. أي. مثل ما قالت المذيعة الحين قبل شوية. أي. أكلات خفيفة فعلاً خفيفة، شوية حلويات. والحلويات شنو؟ زلابية. ايه؟ خنفروش، اللي خنفروش هو هم بعد يعني مثل الكيك كذي بس صغير وخفيف جداً. ايه؟ وربما يسوون نخي أو باجلة، تمام؟ ايه؟ مع شاي أو شربة. ايه؟ شربة البينتو هذا. ايه؟ كانوا يعني يحطونه في الغبقة. ايه؟ هذه الأشياء الخفيفة. هذه يعني الغبقة اللي كانت موجودة في، يعني كانوا بسيطين في حتى في اختيارهم للأطباق. إينا. لأن تكون أنت توك خالص من الفطور. ايه؟ فالغبقة قلت أنت الساعة 9 تكون 9 10 تقريبا. ايه؟ ايه؟ ما يمدي تهضم أكل الفطور. ايه؟ عشان نحط أكل دسم. لكن الحين مثل ما قلت الفكرة تغيرت، والغبقة صارت علشان الناس تشوف الغبقة اللي إحنا مسوينها، ما هي بغرض اللمة والسوالف والأحاديث الجميلة. هل فعلاً إحنا قاعد نغير مفهوم الغبقة بحيث إن إحنا قاعد نسويها ككماليات وليس كمعنى حقيقي للغبقة؟ والله فعلاً هذا الواقع. لكن أنا صراحة أقول لك إياها الحين، وأتمنى إن يا جماعة غبقتكم قلوا خفيفة جداً. أي والله. ترى ما حد يعيب على الثاني. صح. ترى والناس اليوم يعني كل واحد شبعان. أيوة. كل واحد شبعان وكل واحد يقدر يسوي كل شيء. بس خلوا لكم هالشغلات البسيطة هذه، شوية الحلويات، شوية شغلات بسيطة، شوية فواكه اللي عشان ما تكثر على تثقل على الجسم، شوية خضروات مثلا. هذه الغبقة البسيطة اللي مناكلها فعلا نستانس ونرتاح. احنا ترى اغلب الناس مو جايين ياكلون. صح. كل واحد جاي شبعان بالمرة. صح. يبي يقعد، يبي يشوف الجماعة اللي موجودين، يبي يقعد يعني يتشلى وياهم، يسولف وياهم. عدل. يعني هذا اللي يبونه من خلال التجمع الغبقة. صحيح. لكن إذا حطوا الأكل هذا يعني صراحة، ومثل ما قلت للأسف إن ثلاثة أرباع ينقل. أيوة. للأسف. أيوة. لكن الحين الحمد لله في شركات قاعدة تأخذ الأكل الزايد، فهذا حلينا المشكلة. أهم شيء إنه يعني كل واحد يحط كمية الأكل على قده. هذا نفس يعني حزة الفطور دائما ما نحط إحنا المأكولات الكثيرة، وتلاقي أستاذ فؤاد أول رمضان كل ما لذ وطاب نزل على الطاولة. نعم. لكن لي آخر رمضان يبقى بس تمر وماي. تقل كل شوي يقل طبق. كلمنا على الأطباق الرمضانية اللي لازم تكون على مائدة الإفطار. يعني شوف مثل ما قلتي قبل شوية، وفعلا أول يوم دائما كنا عندنا كل شيء ناقص. صح. وكل شيء بنحطه وكل شيء بناكله. وإحنا صايمين نبي نجيب كل شيء، نحط على السفرة أول لقمة أو لقمتين شبع الواحد، وصار الشغلات هذه الموجودة كلها ما لها لازمة. صح. ولا تنوكل. صح. فلذلك شوي شوي ننقص لحد آخر الأيام نلقى شيء بسيط جدا. صح. وناكله ويعني الواحد جاي بتشوق إلى الأكل إذا كان شوية. لكن إذا كان وايد يشبع، ترى العين تشبع من النظر. إيه والله. صح. فيا جماعة دائما خلوا أشياء بسيطة. صحيح. فهذه يعني الأطباق الرمضانية. إيه؟ الأطباق الرمضانية طبعا
معروف طبعا ان المكبوس والمطبق، اذا كان مطبق زبيدي او مطبق اي نوع من السمك، مكبوس لحم، مكبوس دياي، هذه كانت. وطبعا مو كل يوم، انا لما اتكلم عن الماضي الماضي السابق قبل مثلا 60-70 سنة، هذه ما كانت كل يوم يحطون اللحم، لا لا صعبة. صحيح. او كل يوم السمك او كل يوم الدياي، الدياي ربما يكون مرة واحدة بشهر رمضان كله. واللحم يمكن مرة او مرتين خلال شهر رمضان. صح. يحطون مثلا موش طبعا مع التشريب، مع التشريب لازم، التشريب هذا اساسي. صح. كل يوم. صح. والهريس والريش يحطونها اللي هو يوم الاثنين ويوم الخميس، محددين الايام فيها تقريبا. إيه؟ لان يعني الايام الفضيله هذه. إيه ما نعم. يقولون إيه؟ الاثنين والخميس دائما مميزه، اللي حتى بالايام الفطر يصومون الاثنين والخميس. إيه؟ فلذلك دائما يا الاثنين يا الخميس يسوون ال 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 هذه الهريس والهريس. إيه؟ والشغلات الثانيه هاي. نعم والله، يعني احنا معك استاذ فؤاد على هذا الاكل الذي فعلا الاكلات الكويتيه القديمه، يعني الحمد لله ان احنا لازلنا محافظين عليها، والحمد لله ان هي لازالت تتواجد على مائده الطعام. قبل ما نروح ونتكلم عن الهريس اكثر، خلنا نسولف عن عاده رمضانيه تقريبا ما قمنا نشوفها، وهي بطبيله. ايه ليش الحين مو متواجد بطبيله؟ بطبيله سووه قبل، وطبعا مو بس الكويت على فكره، جميع الدول العربيه عندهم بطبيله. وكل واحد يسميه على راحته. صحيح. ايه يعني مثلا في مصر يسمونه مسحراتي. مسحراتي. في الكويت بطبيله. إيه؟ في دول ثانيه ما ادري ايش يسمونه، لكن كل دوله لها، لكن كلهم يتفقون على ان في شخص بالليل عند وقت السحور يمسك وياه طبل. صح. ويطق الطبل بالليل وياه حمار. إيه؟ تكرمون حمار وياه. إيه؟ ويمشي بين السكيك او بين الحواري مثلا في مصر او في سوريا او لبنان، ويطق الطبل ويقعد الناس على للسحور. سحور. لان طبعا قبل يعني ينامون الناس مبكر. إيه؟ خلاص يعني من تصير الساعه مثلا 11 الناس أو نايمة. قبل كلهم نايمين الناس خلاص. صح. ناموا. يقومون متى؟ يقومون الساعة قبل أذان الفجر بنص ساعة أو ساعة إلا ربع، يتسحرون يأكلهم لقمة بسيطة. ايه؟ ويتوضون ويصلون، يصلون الفجر وينامون. ايه؟ مرة ثانية. هذه العادات اللي ماشيين عليها قبل. وي هذا البطبيلة يقعدهم. ايه؟ يقعد الناس، يمر بالسكيك ويطق بالطبل. وأغلب الناس يعني دائما اغلب شيء في رمضان يجي بالصيف، يعني وايد يجي بالصيف. إيه؟ رمضان غير الشتاء، لان الشتاء تعرفها ثلاث شهور قصير. عدل. فدائما الناس ينامون فوق السطح، وبعد ماكو مكيفات. إيه؟ ولكم مراوح هذا، فينامون فوق السطح ويسمعون بطبيله يقعدهم. إيه؟ للسحور. فتقوم الأم وتقعد الأبو، أو الأبو مثلا يقوم يقعد الأم، يقعد الأولاد، كلهم يقومون يقعدون. سوري يقعدون يعني من النوم. من النوم. إيه؟ ويتسحرون ويصلون الفجر وينامون. وهذا بطويلة ماشي بطريقة، مكمل طريقة. إيه؟ ليش يسوي شغلة هذه؟ أول شيء تطوع. إيه؟ ثاني شيء يعني هذا تلقينا إنسان بسيط، إنسان يعني فقير مسكين. صح. فدائما يعطونه. إيه؟ أهل فريج يقول والله جزاه الله خير، هذا بطبيلة كل ليلة قاعد يقعدنا، فيعطونا المقسوم، اللي يعطي مثلا أكل، اللي يعطي شوية شم ربية. يعني عادة جميلة. إيه؟ وشخص طبعا عادة كان ممتازة. تواجده مهم جدا، إلا أنه هو اختفى حاليا. خلنا أستاذ فؤاد نشوف هذا التقرير عن بطبيلة ونرجع لكم مشاهدينا. <تصفيق>
تتميز عادات أهل الكويت في شهر رمضان المبارك بخصوصيتها وطقوسها العفوية والاجتماعية، منها الغبكات والديوانيات وبعض ما تحفل به الذاكرة والتراث من رموز شعبية مثل أبو طبيلة الذي كان يطوف الفرجان والسكيك في ليالي الشهر الكريم. وأبو طبيلة شخصية رمضانية كانت ذائعة الصيد قديما في الكويت، ولقب بذلك لأنه كان يحمل طبلة يضرب عليها وهو ينشد ويدعو أثناء تجواله على الأحياء والفرجان والسكيك لإيقاظهم على السحور، والذي كان حريصاً أن يتقدم بفترة قصيرة عن الإمساك ليوقظ الناس على السحور بفترة كافية لتتاح الفرصة لربات البيوت بتحضير وجبة السحور. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين مع ضيفنا في الاستديو استاذ فؤاد. قبل الفاصل شفنا بطبيلة، وبطبيلة هو اللي ذكرنا على السحور ويوم الأهالي للسحور. شنو أكثر ما كان يميز مائدة السحور عند أهالي الكويت قبل؟ قبل لا أقول هالشغلة بقول معلومة أو صورة كذي. إيه؟ كان بالي. إيه؟ أنا سمعت بطبيلة وأنا صغير، سمعته يطق بالطبل لما قعدونا في إحدى المرات في شهر رمضان. إيه؟ للسحور سمعت يطق في الطبل بس ما شفته. لكن شفته في البصرة. إيه؟ كنا رايحين إحنا مع الأهل. إيه؟ سنة 58 رحنا البصرة ورايحين عند ناس يعني جماعة نعرفهم، وكنا نايمين فوق السطح. إيه؟ وكان أيامها في شهر أربعة، شهر رمضان كان في شهر أربع مثل وقتنا هذا الحين. إيه؟ ومر بطبيلة وطليت عليه وشفتها قاعد يطق بالطبل والحمار يمه، قلت الله، يعني أول مرة أشوف بطبيلة وبرة. إيه؟ ما شفتها بالكويت. إيه؟ إيه؟ نرجع للأكلات. إيه؟ أكلات السحور دائما تكون من أكلات الفطور فيخلون شوية، يخلون الـ 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 من اللي طبعا من الفطور يخلونه للسحور. ودائما اذا كان يعني يركزون على العيش المشخول. إيه؟ العيش الابيض يكون مع مثلا مع لبن عشان يصير خفيف. ما يأذيهم بالعطش او يأذيهم انه يثقل على المعده وهذا. عيش خفيف ابيض مع لبن مع تمر. إيه؟ مع شغلات بسيطه جدا يعني خفايف جدا. خبز رقاق، شوية كسرة خبز رقاق. إيه؟ هذا أهم شيء ما يكون. إيه؟ الأكل دسم، ما في دسم. هذا ما في بالمرة سومة. تكون مرة واحدة أو مرتين خلال شهر رمضان. إيه؟ وتكون بالفطور يعني. إيه نعم. إيه؟ خلينا ندخل على موضوع آخر وهو القرقيعان. وايد مهم يوم القرقيعان حق كل أهالي الكويت خاصة في شهر رمضان اللي هو أصلاً القرقيعان يتميز فيه واللي أهالي يحبونه. كلمنا عنه. القرقيعان يعني كان موجود في شهر رمضان أول، كان موجود بكثرة وكان مشهور إنه يوم القرقيعان. وكنا نتحلم وحنا صغار متى أي القرقيعان. إيه؟ اللي هو يوم 13 و14 و15 ثلاثة أيام من شهر رمضان. إيه؟ نطلع إحنا بالفريج، صبيان الفريج، نطلع وأول شيء نسوي كياس، الوالدة تسوي كيس. إيه؟ وفي علاق نعلقه كذي والكيس هذا مخيط جاهز تمام. ونطلع كل واحد معلق الكيس ونطلع ويانا. احيانا يكون مثلا دمك ويانا او قوطي او شيء طقطق فيه، وسلم والدهم يلا على كل بيت. ايه؟ وبيت يعطونا وبيت نطق الباب ماكو احد وماشين. هذه يعني هذه احنا طبعا مجموعه صبيان نكون مثلا 10 او 12 احيانا 15 صبي، نطلع وندور على فريجنا. والفريج اللي يمنا والفريج اللي وراه، بس ما نباعد بعيد. إيه؟ يعني لان كنا صغار في ذيك الايام. وبعدين نرجع يعني بحمله كبيره من القرقيعان اللي حصلناها اللي من كانوا يعطونكم القرقيعان. شنو تقولوا له؟
والله نسيت نقول يعني هي هازيج يعني هذا سلم ولدهم يا الله خلى لما يا الله يعني هل واللي ما يعطيكم إيه ويس ويس قراطيس استاذ فهد خلينا نشوف هذا التقرير عن القرقيعان. اي نعم يعتبر القرقيعان من أكثر العادات الرمضانية التي بقيت على قيد الحياة، حيث تصنف هذه العادة بأنها نمط من أنماط الترابط الأسري والاجتماعي، وكذلك تمارس في الأطفال القيم الاجتماعية والتربوية من كرم ومشاركة الآخرين مشاعرهم واحتفالاتهم. والأصل في القرقيعان أن يقوم مجموعة من الأطفال باللبس الفولكلوري حاملين معهم أكياسهم لوضع الحلوى والسكاكر المخصصة لهذه المناسبة في كل بيت من بيوت الكويت، ويطوفون على البيوت مرددين أهازيج جميلة. لتزداد حصيلتهم من الحلوى كلما زادت أصواتهم في الارتفاع بترديد الأهازيج. وكان القرقيعان في الماضي يمتاز بالبساطة بحكم العيش الزهيد في ذلك الوقت، ولكن مع مرور الزمن وتطور الحياة ورفاهية العيش تطور هذا التقليد ليكون مجالا كثيرا للتنافس بين الأسر والأطفال. رغم استمرار عادة القرقيعان لتقليد يحافظ عليه الشعب للاحتفال به والتركيز على الملابس الفولكلورية التي يرتديها الأولاد والبنات خصيصا، وكذلك الترابط الأسري الكبير في تلك الأيام من الشهر المبارك حيث تجتمع العائلة في بيت كبير احتفالا بهذه المناسبة. أستاذ فؤاد، رغم صعوبة المعيشة في ذاك الوقت إلا أن أهالي الكويت حافظوا على هذه العادة، شلون تشوف هذا الشيء الحين؟ والله يعني أنا الحقيقة مستانس أني أشوف شيء ما زالوا أهل الكويت محافظين عليه، اللي شفناه من قبل في الخمسينات نشوفه الحين في 2018، وهذا شيء زين. طبعاً في تطور وإحنا ما نقدر نوقف تطور طبعاً، لكن صحيح، لكن يعني زين والحمد لله أن في قرقيعان صج تغير، لكن ما زال القرقيعان نفسه موجود والأهازيج نفسها موجودة. نعم. والكلمات كلها ما تغيرت، فهذا شيء الحقيقة يونس يعني لما نسمع، وأنا لما أي الحين مثلا أشوف عيون الصغار يطقون الباب سواء صبيان أو بنات يطقوا الباب ويقرقعون، شيء يعني يونس. إيه؟ وحقيقة نشتري قرقيعان ونعطيهم. يختلف قرقيعان الشباب عن البنات؟ لا، الشباب لهم أهازيج تختلف. إيه؟ إيه؟ البنات مثلا يقول قرقيعان وقرقيعان بيتك صير وربيضان. إيه؟ والتكملة مالتها الأولاد سلم ولدهم يلا خلى لما. إيه؟ وانت رايك كذي. إيه نعم. ففي اختلاف بالأهازيج، اللي يقولونها صبيان ما يقولونها بنات، والعكس صحيح. إيه؟ لكن البنات يعني يطلعون بذرابة بلبسهم الجميل. إيه؟ الدراعة كانت والبخنق هذا اللي كانوا يلبسونه أول، حتى الصغار كانوا يلبسون بخنق علشان يعني إنه والله ترى أنا لبست البخنق صرت. إيه؟ يعني كبرنا. إيه كبرت أنا ولابس البخنق. إيه؟ وطالع أقرقع. فهذه شيء يعني الصورة جميلة. صحيح. اللي لحقنا عليها وشفناها. صحيح. أستاذ فؤاد، كلمنا يعني وعلى عجالة على استعدادات العيد، شلون كانت في ذاك الوقت؟ العيد كانت يعني استعداداته طبعا بشكل عام مثل الحين. الأم تروح تدور ملابس حق البنات، وين مثلا المحل اللي يبيع نفانيف زينه وهذا يشترون منه، ونفس الشيء الاب
يروح يفصل دشاديش حق الأولاد، يروح يشتري لهم مثلا جواتي بالشتاء ونعل بالصيف، ويشتري مثلا حتى حق نفسه يشتري يفصل له دشداشة يسمونه على فكرة يسمونه مقطع قبل المقطع اللي هو الدشداشة الشتوية يسمونها مقطع أو يلبسون قاط، والقاط علشان المشاهدين يعرفون شنو القاط، القاط اللي هو الدشداشة مع البالطو من نفس الخام نفس الخام يسمونه قاط هذا يلبسونه دائما يتكشخون فيه في العيد ويكمل فيه باقي السنة وهي دائما يسوونه بالشتاء يعني لأنه يلبس بالطو فهذه استعدادات العيد دائما يعني الأم والأب، الأم حق البنات بناتها والأب حق الأولاد يجهزون وحنا كنا لما كنا صغار نستانس ونفكر بالعيد شيء يعني تفكير مو طبيعي إنه والله بيصير عندنا كم ربية بنروح نشتري فيهم سيارات صغار مثلا أو ألعاب أو يعني شغلات يا حلو بساطة قبل يا جمال ذيك الأيام يعني حلو إن إحنا الحين نعلم عيالنا بناتنا والأولاد بهذه البساطة ونذكرهم فيها أجمل شيء إن إحنا نحافظ على هذه العادات الجميلة. كل الشكر لك أستاذ فؤاد المقهوي الباحث في التراث الكويتي على تواجدك معنا اليوم. الله يخليك، مشكورة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا احنا وصلنا الى ختام حلقتنا، نلقاكم على خير ان شاء الله، فما الله.